حطينا آخر إشي بالدرس اللي هو العامل المشترك الأكبر، الفرع هاء، من سؤال الأول، سؤال اثنين، سؤال ثلاثة. هلأ فرع هاء معطينا 2 سين تربيع ناقص سين ناقص 1، هاي عبارة تربيعية بدي أحللها. بنفتح قوسين، 2 سين تربيع بنوزعها 2 سين وسين، والواحد عبارة عن 1 و1، وكون الإشارة سالبة هون بنوزع واحدة موجبة وواحدة سالبة. وأعطيتكم أنا طريقة كيف نحللها عشان ما نقعد إحنا نحكي وين الإشارة موجبة أحط وين الإشارة سالبة، اللي هو نضرب ألف ضرب جيم بعطينا سالب 2، بسأل حالي إيش العددين اللي بضربهم بعض بعطينا سالب 2، بجمعهم بعض بعطينا سالب 1، وبس أوجد العددين بنقسمهم على 2 اللي هو معامل اللي هي سين تربيع، وبعدين بيطلع معاي اللي هو جواب ده يطلع معنا 1/2.5، والجواب الثاني حيطلع سالب 1، فبالتالي بنحط اللي هي 2 س + 1 وسين ناقص 1 في التحليل. هلا 5 س تربيع ناقص 5 س، بدي اخرج عامل مشترك هون لانه الحد الثابت مو موجود، بخرج العامل المشترك اللي هو 5، وبخرج كمان عندنا السين، فبخرج 5 س، بضل من هون عندنا س1 لانه طلعنا 5 كان قسمت على 5 وطلعنا س1، فبضل عندنا س ناقص بننزلها، طلعت 5 س كامله بضل عندنا 1. في آخر واحدة س تربيع ناقص 3 س + 2، بدنا نحللها. بنفتح قوسين، سين تربيع بنوزعها س، بسأل حالي إيش عددها بضربهم ببعض بعطينا 2، بجمعهم من بعض بعطينا سالب 3، فبالتالي هم سالب 1 و سالب 2، وبنحط ناقص 1 هون وناقص 2 على القوس الثاني. فبنلاحظ الإشي المشترك ما بين اللي هي 3 مقادير جبرية اللي هي س ناقص 1، فبالتالي العامل المشترك الأكبر حيكون س ناقص 1. هلأ سؤال 2 هو عبارة عن سؤال كلامي. ايش بيحكينا سؤال 2؟ بيحكينا ينتج مصنع صنفين من الزيت بحيث ينتج له س تربيع + 2 س - 35 لتر من الصنف الممتاز، وينتج س تربيع - 49 لتر من الصنف العادي. فاذا قررت اداره المصنع تعبئه صنفي الزيت في عبوات متساويه السعه، فما اكبر او فما سعه اكبر عبوه يمكن استخدام دلاله س؟ دائما بس يكون بالمسائل الكلاميه اكبر عبوه يمكن استخدامها او اكبر عدد من طلاب زيت. سؤال 3 بيكون المطلوب هو العامل المشترك الاكبر، فبالتالي لازم انا احلل المقدارين اللي هو س تربيع + 2 س - 35 واحلل اللي هي س تربيع - 49. هي هون حللنا اللي هي س تربيع + 2 س - 35، نفتح قوسين، س تربيع هي عباره عن س، ال 35 هي عباره عن 5 ضرب 7 اللي هي حاصل ضرب عددين بعطينا -35 ومجموعهم بعطينا 2، فهم -5 وموجب 7. -5 ضرب 7 بعطينا -35، -5 + 7 بعطينا -2. والمقدار الثاني س تربيع - 49 هذا عبارة عن فرق بين مربعين على الدرس الأول، فبنحلله س، واحدة موجبة وواحدة سالبة، و49 هي عبارة عن 7 7، فبنلاحظ إنه العامل المشترك الأكبر بينهم س + 7، فبيكون أكبر عبوة يمكن استخدامها دلالة س هي س + 7. هلأ سؤال 3 بيحكي لنا برضو بلغ عدد طلاب الصف التاسع في إحدى المدارس 2 ص + 9 ص - 5 طالب، والصف العاشر 6 تكعيب + 125. قرر معلم التربية الرياضية أن يكون أفرقة للرياضة حيث يضم كل فريق العدد نفسه من اللاعبين. بسألنا ما أكبر عدد من الطلاب يمكن أن يكون في الفريق الواحد بدلالة ص؟ برضو لازم نحلل اللي هو المقدارين الجبريين. أنا 2 ص + 9 ص - 5 بدنا نحللها، اللي هي بتطلع 2 ص - 1 و ص + 5 اللي هي عند درس تحليل العبارة التربيعية الحالة الأخيرة اللي ضرب ألف ضرب جيم. والعبارة الثانية ص تكعيب + 125 هذا مجموع مكعبين، يعني بنفتح قوس صغير وقوس كبير. ص تكعيب هي عبارة عن ص و125 مكعبها الكامل 5، مربع الأول اللي ص تربيع عكس الإشارة اللي هي ناقص، الأول ضرب الثاني 5 ضرب ص + 5 ص + مربع الثاني، وبنلاحظ الإشي المشترك بينهم ص + 5. العامل المشترك الأكبر ص + 5، أو اللي هي أكبر عدد من الطلاب يمكن أن يكونوا في الفريق الواحد دلالة ص، حيكون الجواب ص + 5. هلا الدرس اللي وراه اللي رح نبدأ فيه اللي هي المضاعف المشترك الأصغر. المضاعف المشترك الأصغر هو نفسه العامل المشترك الأكبر بس بيختلف بإشي بسيط. احنا بالعامل المشترك الاكبر بناخذ الاشياء المشتركه المتشابهه لما نحلل المقدار الجبري. هلا المضاعف المشترك الاصغر لازم نحط حاصل ضرب العوامل الاوليه من دون ما نكرر الاشياء المتشابهه فيها، يعني بناخذ الاشياء المتشابهه بنحطها مره واحده وبننزل باقي المسائل او باقي اللي هو التحليل او العوامل الاوليه نفس ما هي. تعالوا ناخذ مثال، معطينا في مثال واحد
صاد تربيع ناقص 9 وصاد تربيع زائد 5 صاد زائد 6. هلا بدنا نحلل اللي هو المقدارين الجبريين. طبعا صاد تربيع زائد ناقص 9 هذا اللي هو فرق بين مربعين على الدرس الاول، بنحلل صاد صاد وحدة موجب وحدة سالبة، الجذر التربيعي ل 9 3 3. صاد تربيع زائد 5 صاد زائد 6 رح نحلله، لو نفتح قوسين صاد تربيع هنحط صاد صاد، بس الحالة ايش الحاصل؟ العددين اللي بضرب بعض بعطينا 6 ومجموعهم بعطينا 5 اللي هم 2 و3، فموجب 3 وموجب 2. هلا شو العوامل المشتركية الأولية؟ أو إذا حكيت لكم بدي العامل المشترك الأكبر حيكون صاد زائد 3 اللي هو الشيء المشترك بينهم. هلا في المضاعف المشترك الأصغر بنزل اللي هو صاد زائد 3 مرة واحدة بس، وبنزل الأشياء اللي ضلت اللي هي صاد ناقص 3 مرة، وبنزل صاد زائد 2 مرة واحدة، فبيطلع اللي هو المضاعف المشترك الأصغر اللي بنزله ميم نقطة ميم نقطة ألف، صاد زائد 3 صاد ناقص 3 بصاد زائد 2، هذا اللي هو مضاعف المشترك الأصغر.